الرحيم. السلام عليكم سيد مولدي الغربي عم عزيز. اولا نحن نحب نباركوا لك بالعوده ان شاء الله الميمونه لارض الوطن، وان شاء الله تكون هذه فاتح خير وهذه تتويج لسنوات من نضال ومن صبر. فلكي توصف لنا شعورك ان شاء الله وانت لين كنت مروح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خير خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشكركم، أول حاجة أشكركم على الحضور وعلى التهيئة لهذا اللقاء. ثانيا هذا الموعد، موعد العودة، موعد عنده قيمة كبيرة ياسر في حياتنا، في حياة الغربي، بعد عناء كبير، بعد مظالم. رب سبحانه وتعالى أتى بالفرج. إن شاء الله سنعود يوم السبت 7، يوم غد إن شاء الله. اليوم يوم عظيم بالنسبة لنا، بعد 23 سنة نقص 7 أيام احنا فرحانين جدا. سنعود جميعا مع العائلة، أنا وأبنائي الخمس، وعندي 3 أحفدة، ابن أحمد المعتز بالله وأمهم وداد، بنتي زوجة أحمد ابني ربي يحفظها، وإن شاء الله تتم الفرحة بلقاء إخوتنا وعزانا واحبابنا وخلانا في جندوب وفي تونس. ان شاء الله دونك انت تهبط في تونس ومع ذلك تتعداول ان شاء الله. ان شاء الله من المطار مباشره الى مسقط الراس جندوب. ان شاء الله الوالده اكيد راح تستنى والاهل ان شاء الله. معناتها اساسا هو السرعه. انا خذيت يوم الثلاثاء الوثيقه. وباش نعود يوم السبت اساسا في السرعه هذه كل اشتياق للوالده. اللي روحت بعد الثوره قالت لي ولدك تدخل الطبيه تو الحمد لله، لكن انتظرت 4 سنوات. هي عادت يوم 12 فيفري 2011، كانت تظن انا بعد 2 3 شهور انا التحق بها، لكن طال الزمن وقعدنا مده طويله اللي هي تو 4 سنوات الا 4 ايام هكا ولا 5 ايام الا 5 ايام. وكنا معناها نحن ما نحبوش نكونوا نسترجع شويه الصعاب اللي كانوا نحن على في اطار من الفرحه ان شاء الله. لكن لو كانت تلخص لنا شنو هي المشكل بالضبط كان بالنسبه للعوده، معناها اللي طول بيك 4 سنين خلافا الاخوه اللي راحوا. هي مشكله اداريه فقط، معناتها كنت معناتها في إقامة جبرية منذ 26 أكتوبر 1998، وقمت بعديد المحاولات على طريق المحكمة الإدارية فلم نفلح، لكن بعد الثورة أفلحنا الحمد لله، وحكم القضاء الفرنسي باسترجاع حقوقي يوم 7 مارس 2014. كانت فرحة كبيرة الحمد لله. شكرنا المحامين، شكرنا المنظمات اللي قامت معنا، لاكات، لافيديهاش، لليك، دروا دلوم، شكرنا أيضا جمعياتنا نحن التونسية، سوليداريتي تونيزيان، جمعية تضامن، الصوت الحر، وليبر، نعم، والحمد لله معناتها شكرنا كل سنة الشخصيات اللي وقفوا معنا معناتها واللي قاموا بمجهود. أذكر من المنبر صفر، محمد مصطفى المرزوقي، هيثم مناع، زيادة على إخوتنا الله يبارك فيهم دائما، خاصة عمكم شاكر عبد الرؤوف الماجري، وطهر أبو بحري، والحسين الخيم، الكل كانوا يعني كانوا معناتها يحبوا يقدموا شيء وكتبوا وتكلموا دفعوا نحو معناتها حل الإشكال. فالحمد لله جاء عن طريق القضاء الحل. نعم. يكون افضل لرب كان افضل لكن الله سلم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نعم. عم عزيز توا انت باش تروح لتونس، شنو هي الحاجات اللي تصور
ما زالت في بلاصتها ما تحركتش وتشوفها اول مره وش هي الحاجات اللي نجم تتصورها تبدلت وبعد بعد سنوات؟ هذا السؤال طرح علي برشا. يقولوا لك باش تروح باش تلقى كل شيء تغير، كلهم يتغير شيء. الشمس في جندوبه الصباح تشرق من المشرق، يعني من الولي الصالح سيدي بن عياد، فهمت؟ وتغيب في المساء في من شمته من ناحية الغرب، يعني وبينهما تقع جندوب. فمتغير شيء، أنا أعرف مسالكها وطرقها وأريافها والمدينة أعرف جيدا. النهج من النهج الطويل الذي يشق وسط المدينة، نهج فرحات حشاد ومحمد علي، إلى النهج الطويل اللي يجانبها هو نهج الحبيب بورقيبة، فهمت؟ إلى كل الأنهج الصغيرة، معناتها اللي علي بلهوان، طهر حداد، نعرف البلاد جيدا. أما ما زيد فسنكتشفه. بعد الثورة تصور فما أنا ما بقيتش يعني بدون اتصال بالأهدين باتصال بالأهل حتى ما قبل الثورة. وكان إخوتي لما عندي ثلاثة إخوة يخدموا في فرنسا، كانوا يصوروا لي جندوبة بالسيارة، يبدو يتنقلوا في جندوبة بالسيارة ويعملوا يعني تسجيل في الأنهج اللي مروا بها، ويقولوا لي هذا المكان فلان وهذا المكان فلان. فكنت تقريبا روحا كنت هناك، والآن إن شاء الله ستكون حقيقة. إن شاء الله. نحن نشكرك على تلبية استجابة دعوتنا، وإن شاء الله عودة ميمونة، وغدا إن شاء الله توصل لنا وقتش إن شاء الله 11 صباحا و 20 دقيقة إن شاء الله. يعطيك الصحة و... شكرا. ربي يحفظكم وبارك الله فيكم وربي نجحكم. شكرا.